وعايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا تنقلنا لإصابة الشحات اللي كنت حابب تعلق عليها أحمد، وهي العنف الغير مبرر من لاعبي ليبيريا. احنا بنتكلم في 3 انذارات وطرد اللاعب كريستوفر وأداء عنيف جدا. على فكرة يا جماعة، في المباريات الودية اللي زي دي مفترض الفرق بتحافظ على بعضها، مفترض يكون المباراة بتقام في شكل مختلف عن طبيعة اللعب اللي كان بيلعب بيه منتخب ليبيريا، اللي كان وكأن فيفا اللحظات كان بيتعمد إزاء المنافس فيها، وده بالنسبة لي بصراحة ما كانش مفهوم إطلاقا. الحقيقة برضو نفس القصة، نفس ما انتهى مباراة المنتخب الأولمبي مباراة منتخب مصر لإصابة للكابتن حسين الشحات. والحقيقة أنا تواصلت مع الكابتن حسين الشحات، وهو برغم أن كل الكلام أن هي فعلا قدمة قوية في الركبة، لكن هو بيمر كده الآن شوية، لكن إن شاء الله تظل الإصابة كدمة قوية وإن شاء الله يعود للملاعب سريعا، خاصة أن هو الحالة النفسية كان محتاج أن دي يكمل مع المنتخب مع الكابتن حسام البدري وبداية جديدة، وخاصة في فترة تألق، وأنتم عارفين اللاعب لما يكون في مرحلة تألق بتبقى الإصابة يعني تضايقه جدا، بتهمده بالظبط. لكن الكابتن حسين شحات بنتمنى لك ألف سلامة يا كابتن، وبنقول لك كل جماهير مصر مش النادي الأهلي بس في صفك، وخاصة ان بعض الصفحات للجماهير المنافسة اتكلمت عن حاجة كده توقع تمني إصابة للكابتن حسين، اعتقد دي حاجات بسيطة كابتن ما تاخدش بالك منها، ركز وان شاء الله باذن الله يعود بالاصابه بشكل سليم وان شاء الله يرجع للتألق تاني يا فارس. ان شاء الله يا احمد، واصابه حسين الشحات ان شاء الله يتجاوزها.